نكتة احنا بالعادة هناك تكتسن احنا عيال صارت خطم عليك. المهم انا والله اني عاقل ماني والله مطفوق. لا ما شاء الله عليك. اي والله عاقل انا ما فيني طفاقه يعني وفيني ثقل شوي ما شاء الله. اي والله لكن انا مصدق اليوم عصريه احنا والعيال رايحين اللي حطب بنفود احنا اللي حطب وعلينا ديم عرفت والحطب اللي يا منه طفت النار ما هو مشتبل انك تعيد اشعاله ثاني مره اما بالولع هذا ولا بنزين ولا ومعنا ما طول كهرب وانا بجي قرم بزين الدنيا بشب النار لهم زين القهوه على ما يجون هم متمشين القهوه جاهزه وكذا عندي واحد من عيال عمي الله يذكره بخير محمد جابني وانا على النار قمت انا اخذت لي قروره مثل دي حقت بيرين كانت تو نازله من شركه بيرين وعبيها من البنزين المهم واصب على الحطب صب وش ماء؟ صب بنزين اشرب واصب على الحطب واولع يتقبس شوي شوي النار ما 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 قبست مره المهم وانت هذا وانت عاقل هذا وانا عاقل ما شاء الله وانا اجيب القاروره واصبت اقرب قبست وش تبي بالقاروره؟ يا سلام احذبها بحضن معمك على طول محمد مزابلني كذا رافع ثوبه فهمت علي؟ المهم انا 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 اللي خمت ما ادري وانا بحذفها منا خيمه ومنا سيارات المهم وانا احذفها على محمد وهي تضرب محمد بثوب منه وقبس يا محمد انا يا ولد النار اكلتك ناظر فيني يبيني اقوم اطفيه وتبرد عظامي يا الله يا الله عقب شوي استوعبت اني اقوم اطفيه واطرحه بالتراب واسلته الثوب صلح لهم قهوه ولع بخويه اي والله فكها الله والله هاك اليوم انا قررت انا قررت قرار الاسبوع اللي فات وفي قرار الاسبوع ذا قررت الاسبوع اللي فات اني ما اسافر معك برا المملكه ها والاسبوع ذا ما نطلع معك رحله ما راح يكون مخيم حقك يا ابو لا والله ما نكنسل والله هذا ما يقرب النار ها ما يقرب النار ما عليك ما يجي ما يجي يا جمهورنا الله يحفظكم